اللي عرفتنا معلومات. بقول لك انت تجهزي بقى مشروباتك السخنه، شرباتك، كل ده ستاند باي. خد بقى الخبر ده. في خبر كده قريته امبارح على جريده اليوم السابع، بيقول لك ان شوربه العدس بتكلف الاقتصاد المصري كام بقى؟ كام؟ 47 مليون دولار. دولار العدس. هل الخبر ده حقيقي ام لا؟ انا ما اعرفش. شوربه العدس قريته على اليوم السابع. ف ده يعني رقم ضخم. بس ليه 47 مليون اهو خبر قدام حضراتكم، شوربه العدس في الشتاء بتكلف الاقتصاد المصري 47 مليون دولار. بس على كل الاحوال شوربه العدس هي الراعي الرسمي لفصل الشتاء. يعني الراعي الرسمي لفصل الشتاء. بصي تكلف زي ما تكلف، الشوربه دي بصفه خاصه ليها خصوصيه شديده عند ده المصريين. ده اساسي، ده من الطقوس كده في كل بيت مصري. فما تعرفش بقى موضوع الاستيراد او غيره ممكن يكون هو ده العامل هذا يعني الرقم. بس طبعا هو رقم ضخم، بس زي ما انت برضو بتقول ده جزء من الكالتشر. عدس يا عدس. طيب نكمل بقى.